أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة خداع الشطرنج. السلسلة دي عبارة عن تجميع للخدع والأفخاخ ومصممة علشان تكون مرشدك للفوز السريع في الشطرنج، عادة خلال أول 10 نقلات، بشرط إن خصمك يضل طريقه ويدخل في الطريق الخطأ. السلسلة دي لها 3 أهداف رئيسية: أولا بترشدك لطريقة سريعة للفوز، ثانيا بتحصنك من الوقوع في نفس الأخطاء، وثالثا بتعرفك بمختلف الافتتاحيات. الخدع والأفخاخ مقسمة حسب الافتتاحيات: أولا افتتاحيات بدء الملك، بالقسم الثاني وهو افتتاحيات بدء الوزير، وأخيرا الافتتاحيات غير المنتظمة. ودلوقتي يلا نشوف هذا الفيديو. فيديو رقم 21، الافتتاحيات نصف المفتوحة، وهنشوف في هذا الفيديو الدفاع الفرنسي وفخ الخين. قبل ما نبدأ في دراسة الفخ، عاوز أعرفكم على اللاعب اللي بيلعب في الأسود، وهو أرون نمزوفيتش، واتولد سنة 1886 في روسيا، ولكن أصوله من لاتفيا. أرون نمزوفيتش لاعب عظيم زي غيره من اللاعبين العظماء في تاريخ الشطرنج، ولكن هو مميز في شيء واحد، وهو تأليفه لكتاب ماي سيستم، أسلوبي، الكتاب اللي بيقول العديد من اللاعبين وخبراء الشطرنج بأنه بيقف في المرتبة الأولى بين كتب الشطرنج، يعتبر هو الأشمل وهو الأفضل في تاريخ الشطرنج. والكتاب ده تمت ترجمته إلى أكثر من 20 لغة، وصدر منه ملايين النسخ بمختلف اللغات، ويعتبر المرجع الأهم لكل لاعب من لاعبي الشطرنج. وما دام اتعرفنا على لاعب الأسود، أحب أعرفكم بلاعب الأبيض، ألكسندر ألكسندروفيتش أليخين، بطل العالم الرابع في الشطرنج، ويكفيه فخرا إن أخذ لقب البطولة بعد ما هزم العظيم الكوبي جوزي راؤول كابابلانكا. يعتبر أفضل لاعب هجومي في تاريخ الشطرنج، وهو بيتميز بالصدفة بشيئين: أولا إن هو الوحيد بين كل أبطال العالم توفي وهو مازال بطل للعالم سنة 1946، وثانيا اللي فيه افتتاح باسمه وهو دفاع أليخين. لو هنتكلم عن أليخين هنتكلم كتير وكتير، لكن يلا دلوقتي نشوف فخ أليخين، والدور ده بيتلعب بالدفاع الفرنسي. E4 E6 الدفاع الفرنسي، G4 G5 نايت C3 بيشوب B4، وهنا لعب الأبيض نايت G2. النقلة المعتادة في الموقف ده هي إن الأبيض بيلعب E5، وده الرد اللي بيعتمده العديد من اللاعبين، لكن أليخين هنا لعب نايت G2، ودي نقلة غير معتادة، إنما فايدتها إن الأبيض مش عاوز يحصل على بيدق مزدوج إذا قرر الأسود إنه يكسر على المربع C3، لأنه هياخد بالحصان ومش هياخد بالبيدق، لكن في نفس الوقت بيسيب بيدق E4 ممكن الأسود ياخده. وبالفعل الأسود لعب D takes E4، والأبيض لعب A3، والأسود كمل Bishop takes C3 check. الأسود هنا مش لازم يكسر على المربع C3، وممكن يتراجع بالفيل إلى المربع E7، لكن هو هنا قرر إنه يكسر على المربع C3 بكش، وطبعا الأبيض أخذ بالحصان، ودلوقتي عاوز بيدق الـ E4، ونمزوفيتش هنا لعب F5 بيحمي البيدق، ودي مغامرة طماعة إن هو يتعلق بالبيدق الزائد، ودي قد تكون المرحلة الأولى من الوقوع في فخ أليخين. وأليخين علق على هذه النقلة في كتابه الرائع أفضل أدواري بأنه كتب: هذه النقلة ضد كل قواعد استراتيجية الافتتاحيات الصحيحة، لأن المربعات السوداء في معسكر الأسود ستصبح ضعيفة جدا، وخاصة بعد اختفاء فيل الأسود ذو المربعات السوداء. وأليخين اقترح بدل الأسود ما يلعب F5 إنه يستكمل تعبئته ويلعب نايت C6، وفي نفس الوقت بيهاجم بيدق الG4، ولكن نمزوفيتش فضل إن يلعب F5
وتمسك بالبيضة. وهنا أليخين لعب نقلة قوية F3، والنقلة دي هي اللي بتبدأ المرحلة الثانية من فخ أليخين. أليخين بيضحي بيضة وبيقوم بجنبيد حقيقي في الافتتاح، وبيعتمد على تفوقه البسيط في التعبئة مع ضعف هيكل بيادق الأسود في جناح الملك وضعف المربعات السوداء في معسكر الأسود بصفة عامة. والأسود كمل E takes F3، Queen takes F3، Queen takes D4. ودلوقتي بعد الأسود ما أصبح متفوق ببيضتين، وبعد هذه النقلة الطماعة يكون الأسود وقع بالكامل في فخ أليخين. الأسود سعيد بأنه فائز ببيضتين، وخاصة ان مفيش اي تهديدات مباشرة او فورية من جانب الابيض. ودلوقتي الابيض عليه انه يثبت هل تفوقه في التعبئة والضعف في المربعات السوداء في معسكر الاسود كافي لتعويضه عن خسارة البدائين او لا. وأليخين كمل كوين جي 3، نقلة قوية. أليخين عاوز بيدا السي 7، وفي نفس الوقت بيهدد ان يلعب نايت بي 5، والحصان ممكن يوصل للمربع C7 بشوكة للملك والرخ. والأسود رد بنايت F6. نيمزوفيتش سايب بيدا G7 وكذلك بيدا C7 للأبيض. على أي حال قبل ما نستكمل الدور عاوزين نقول إن الأسود هنا له أكتر من بديل وحنتعرف عليهم جميعا. الأسود هنا ممكن يلعب E5 وممكن يلعب نايت C6 وممكن يلعب C6 وممكن يلعب كوين D7، والبدايل دي هنستعرضها واحد ورا التاني. اول نقلة اللي هي الـ E5 دي نقلة سيئة، والابيض هيكمل كوين تيك G7 عاوز الرخ، كوين H4 تشيك، G3، كوين F6، الوزير بيرجع عشان يحمي الرخ. لكن هنا الأبيض ممكن يكمل بنقلة قوية بيشوب H6 بيحمي الوزير، وفي نفس الوقت بيهدد إن ياخد كوين تيكس F6، نايت تيكس F6، بيشوب G7، والأبيض على الأقل حيفوز بالفرق. ولذلك الأسود في الموقف ده ممكن يكمل بنايت D7 بيحمي الوزير، لكن الابيض عنده الرد القوي نايت D5 عاوز الوزير وعاوز بيدا C7 بشوكة للملك والرخ، والابيض حيفوز. البديل الاخر للاسود ان يلعب نايت C6، وهنا الابيض ممكن يكمل بنقلة قوية نايت B5 عاوز الوزير وعاوز بيدا C7 بشوكة للملك والرخ. وافضل تكملة للاسود ان يلعب كوين E4 تشيك، والابيض بيرد ببيشوب E3 وبيجدد التهديد بالشوكة من مربع C7، وموقف الأبيض أفضل بوضوح. البديل الثالث للأسود إن يلعب C6 بينقذ البيضة، وفي نفس الوقت بيمنع الحصان من الوصول للمربع B5، ولكن الأبيض هنا عنده نقلة قوية جدا بيشوب F4 عاوز ياخد الحصان، وفي نفس الوقت بيهدد بنقلة قوية بيشوب E5 بهجوم مزدوج على الوزير وعلى بيدا G7، والأبيض أفضل بوضوح. البديل الرابع والأخير للأسود في الموقف ده إن يلعب كوين D7 وبيكمل التفريع بيشوب F4 عاوز بيدا C7، نايت F6، روك D1 عاوز الوزير، كوين F7، بيشوب تيك C7 عاوز يفوز بالحصان، نايت C6، بيشوب C4، كسل. والاسود متفوق ماديا ببيدا، لكن الابيض عنده هجوم واعد وقوي. واول تهديد ان ياخد بالرخ على مربع F5 معتمد على ان بيدا E6 مربوط على الوزير والملك. ولكن على اي حال في الدور الاسود اختار ان يكمل بنايت F6، ودي نقلة مثيرة للجدل، وسايب بيدا G7 وسايب بيدا C7 للابيض. وأليخين اختار ان يكمل بكوين تيكس G7 عاوز الرخ، ونيموزوفيتش يكمل بكوين E5 تشيك. لو نيموزوفيتش ما لعبش النقلة دي ممكن يلعب روك G8 عاوز الوزير، وافضل نقلة عند الابيض ان ياخد بيدا C7
ويسترجع تاني التوازن المادي، ودلوقتي بيهدد ان ياخد فيل السي 8 وافضل نقل عند الاسود ان يكمل نايت سي 6 والابيض افضل قليلا. لكن على اي حال الاسود فضل هنا ان يكمل بكوين اي 5 تشيك بيشوب اي 2 روك جي 8 عاوز الوزير. لو الاسود ملعبش الروك جي 8 ولعب نقلة زي نايت جي 4 بهدف ان يكسر الوزيرين، الابيض ممكن يكمل بكوين جي 5 وبيهدد بالنقلة القوية بيشوب اف 4 والابيض هيكون افضل بوضوح. لكن على اي حال الاسود في الموقف ده فضل ان يكمل بروك جي 8 عاوز الوزير، وقال خلينا نكمل بكوين اتش 6 والاسود رد بروك جي 6 عاوز الوزير. طبعا الاسود لو ملعبش الروك جي 6 واخد بيدق الجي 2 دي هتبقى نقلة سيئة، لان الابيض هيكمل بيشوب جي 5 نقلة قوية جدا عاوز الحصان، والاسود ما عندوش غير كينج اف 7 عشان يحمي الحصان، والابيض هيكمل بنقلة قوية تانية كاسل لونج بهجوم مدمر والتهديد المباشر ان يلعب روك جي 8، وفي تهديدات بالتشيك ميت بالتعاون بين الرخ والوزير. ولذلك في الموقف ده الاسود ما خدش بيدق الجي 2 انما لعب روك جي 6 عاوز الوزير، وقال خلينا نكمل كوين اتش 4 والاسود رد ببيشوب دي 7. نفس الموضوع لو الاسود ما لعبش البيشوب دي 7 واخد بيدق الجي 2 الابيض هيكمل بيشوب جي 5 بنفس التهديد زي ما شفنا في التفريع السابق. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل بيشوب دي 7 وهنا الابيض كمل بنقلة قوية بيشوب جي 5 والاسود رد ببيشوب سي 6 ودي نقلة سيئة. النقلة دي قد تكون نقلة طبيعية علشان الاسود بيضغط على المربع جي 2 ولكن هتاخد الاسود الى نفق مظلم. على اي حال الاسود كان عنده بدل ما يلعب البيشوب سي 6 عنده النقلة الطبيعية نايت سي 6 بيكمل التعبئة وبيحاول يتوازن في الدور، لكن هو لعب بيشوب سي 6 والابيض رد ببساطة كاسل لونج، ودلوقتي الرخ اصبحت مسيطرة على العمود دي والابيض اصبح افضل بوضوح، والاسود رد ببيشوب تيكس جي 2 عاوز الرخ، والابيض كمل في خطته روك اتش اي 1 بالتهديد بيشوب اتش 5 وكمل الدور بيشوب اي 4. الاسود بيحاول يدافع لكن الوقت اصبح متاخر، والابيض كمل بيشوب اتش 5 بيربط الرخ، والاسود ما عندوش غير ان يلعب نايت تيكس اتش 5. ولكن النقله دي بتفتح الوتر امام الفيل للتعاون مع رخ دي 1، والابيض كمل ببساطة روك جي 8 تشيك كينج اف 7 كوين تيكس اتش 5 ونيمزوفيتش سلم، لان التهديد المباشر للابيض ان ياخد على الاتش 7 بكش قوية للملك، ولو الاسود حاول يدافع بكينج جي 7 الابيض هيكمل نايت تيكس اي 4 اف تيكس اي 4، وهنا الابيض عنده الرد القوي بيشوب اتش 6 تشيك كشر الملك وفي نفس الوقت بيكشف هجوم على الوزير، والاسود ما عندوش رد غير كينج اف 6، وهنا الابيض هيكمل كوين اتش 4 تشيك كينج اف 7 روك اف 8 تشيك ميت. الحقيقه اليخين لعب هذا الدور بحرفيه عاليه وأثبت أن التفوق المادي في الموقف ده للأسود ببدائين مش بيعوضه تحكم الأبيض في المربعات السوداء مع ضعف هيكل بيادق الأسود في جناح الملك. وطبعا أليخين ما عملش الفخ ده إلا وإن هو شايف إن عنده في هذا الموقف النقلة القوية كوين جي 3، ودي اللي ترجمت تفوقه في الموقف الاستراتيجي إلى فوز في النهاية. أرجو أننا نكون استفدنا من المعلومات اللي شفناها في هذا الفيديو،
وإلى اللقاء في فيديو قادم من سلسلة خداع الشطرنج.